محسن هداف هداف مروان محسن هداف مصر والنادي الاهلي مليون مبروك. اتظلمت كتير يا مروان وربنا بيكافئك النهارده بفوز في الدوري رقم 41 الانجازات والتاريخ بشكل غير في النادي الاهلي. الحمد لله طبعا بعد شكر الله بلا الحمد الاهلي طبعا نادي كبير طبعا الجمهور كان لازم يعني يستاهل بطوله السنه دي. الحمد لله طبعا السنه اللي فاتت دي كلها كانت يعني رهبة معانا وحصل معانا ضرب معانا كتير الحمد لله احنا بنفرح الحمد لله ونجيب الدوري الحمد لله وكنا على قد مسؤوليه اللعبه كلها والجهاز الفني ومجلس الاداره ما كانش متاخر علينا حاجه وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن لينا ومزيد من البطولات ان شاء الله. الاهلي منتصر منكم المزيد من البطولات اكيد طبعا يستاهل طبعا الجمهور يستاهل اكتر من كده طبعا وان شاء الله الفتره الجايه كلنا نبقى على قلب راجل واحد ان شاء الله ونجيب بطولات النادي اكتر واكتر. حبيبي الله يبارك فيك يا حبيبي.